والآن مشاهدينا مع جولة اقتصادية في نشرتنا. رغاء رمزي والتفاصيل رغاء. شكرا محمد، شكرا نهى، كل عام وأنتم بخير، عيد سعيد عليكم أجمعين مشاهدين أخبار المال والأعمال، نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. تأتي ذكرى العاشرة لثورة يونيو ومصر على أعتاب مرحلة جديدة من التطوير والتنمية في جميع المجالات، لا سيما في مجال التشييد والعمران. وقد وضعت القيادة السياسية إعادة توزيع السكان على رأس أولوياتها نظرا لما يمثله ذلك من أهمية قصوى في الارتفاع بالمستوى المعيشي للمواطن المصري الذي أصبح من ضمن مكتسباته أن يحيا حياة كريمة تليق به وبوطنه مصر. 10 سنوات واعدة هي عمر ثورة 30 من يونيو التي استطاعت أن تغير مسار الدولة المصرية من مخاوف الانهيار إلى آفاق التطوير والتنمية والعمران التي كانت إحدى خطاها بناء المدن الجديدة. المدن الجديدة كانت محطة رئيسية وبارزة في هذه الرحلة بوصفها مبادرة جريئة اتخذتها القيادة السياسية لمواجهة التحديات العمرانية والتكدس السكاني ومحاولة توفير حياة أفضل للمواطنين بما يحقق لهم فرصا اقتصادية وتعليمية وثقافية متنوعة، ولا سيما بعدما عجزت عصور سابقة عن مواكبة الزيادة السكانية. وهنا صارت الحاجة لتفريغ الضغط على المدن الكبرى ضرورة استراتيجية وضعتها القيادة السياسية نصب أعينها، فقامت ببناء المدن الجديدة بما يحقق استغلالا أمثل للأراضي غير المستغلة في ربوع الدولة. ومن جانب آخر تساهم تلك المدن في توفير آلاف من فرص العمل، كما تقوم بتحسين جودة البيئة مثل مدن الجيل الرابع التي تأتي على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب 27 مدينة جديدة أبرزها العلمين الجديدة، شرق بورسعيد، امتداد الشيخ زايد، توشكا الجديدة، أسوان الجديدة. المدن الجديدة تتميز بأنها متكاملة ومستدامة وتضم مناطق خدمية وترفيهية، كما تربطها شبكة طرق وكباري ومحاور رئيسية وشبكة مواصلات جماعية. وها هي العديد من المدن الجديدة والمستدامة بتكلفة مليارات الجنيهات تفتتح يوما تلو الآخر لعلاج أزمة التكدس السكاني والثورة على فكرة العيش حول الوادي والدلتا التي توارثناها عبر آلاف السنين، والاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية والتماشي مع نظم البناء الحديثة التي تتناسب مع مقدرات الدولة ومكانتها بين دول العالم. اتفقت اليابان وكوريا الجنوبية على إحياء اتفاقية مبادلة العملات في أوقات الأزمات، حيث تعمل الدولتان على تهدئة الخصومات التاريخية. وأعلن وزير المالية الياباني شونايتشي سوزيكي بأن اتفاقية مبادلة العملات لمدة 3 سنوات ستساعد في تعزيز الثقة في الاستقرار المالي للبلدين باعتباره احتياطي في حالة الطوارئ، لكنه أكد أن اليابان مستعدة تماما للتعامل مع تقلبات الين الياباني الذي ضعف بشدة مقابل الدولار الأمريكي في العام الماضي. وحذر صندوق النقد الدولي من أن حالة عدم اليقين السائدة في لبنان تشكل الخطر الأكبر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد الذي أنهكته أزمات متعددة في غياب تطبيق إصلاحات ضرورية ومع استمرار الشلل السياسي. وشدد تقرير نشره الصندوق في ختام مشاورة أجراها المجلس التنفيذي مع لبنان خلال الأشهر الفائتة على أن استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه أن يشكل الخطر الأكبر على استقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي، يقود البلاد إلى طريق لا يمكن التنبؤ به.